السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده الفيديو إن شاء الله رقم 5 من كورس المحادثة. حد يقول لي فين رقم 4؟ رقم 4 هو الفيديو اللي إحنا عملناه أنا وهنا. المحادثة اللي عملناها لايف أنا وهنا اللي هي بليسز الأماكن، دي رقم 4. ده رقم 5 وكلهم رقمين وكلهم موجودين جوه قائمة التشغيل كورس المحادثة الدولي. لو عايز تبحث على اليوتيوب يعني. طيب النهاردة الليسن 3 أو ليسن 1 في يونت 3، الدرس الأول في الوحدة الثالثة. Thanks to eat. Thanks to eat، الأشياء اللي بناكلها. تمام، بلاش نقول things، يعني ما نعملش ستريس على الجيم، ما نقولش things. Thanks to eat، الأشياء التي نأكلها. تعال أول نرد الكلمات. طبعا إحنا عارفين في كورس المحادثة الدرس ده مهم جدا جدا، فيه كلمات كتير جديدة وفي قواعد. هنقول تاني وتالت ورابع، الأجانب ما بيحطوش القاعدة كده، تعالى ما درسك القاعدة، لا بيحطوها جوه الدرس وجوه المحادثة عشان الطفل أو المتلقي مش يزهق ولا يمل، لأن القواعد لوحدها جامدة جدا جدا ورخمة جدا جدا. طيب أول كلمة عندي سوب، ريبيت أفتر مي. سوب، سوب، سالد، 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 لونج إيه؟ طبعا ما قلتش سالد، سالد، سباجيتي، سباجيتي، فرنش فرايز، فرنش فرايز، فرنش فرايز او فرايز لوحدها نقسمها ليه. ستيك، 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 ايجز، ايجز. نمبر 1 سوب، سوب، سالاد، سالاد، سباجيتي، سباجيتي، فرنش فرايز، فرنش فرايز، ستيك، ستيك، ايجز. listen and find. Listen and say, then practice. I want soup. I want soup. I don't want soup. طيب زي ما احنا قلنا ده مضارع بسيط. مضارع بسيط بيتكون من ايه؟ بيتكون ان انا بحط اس مع ضمير المفرد والفيرب بدون اس مع ضمير الجمع. طب ايه هم ضمائر المفرد؟ طبعا لازم يكون الطفل عارفهم. شي، هي، ات. ضمائر الجمع they والوي واليو ومعاهم الاي. عايز اقول انا عايز I want soup. طب انا مش عايز، هنفي بحط كلمة don't قبلها. I want soup. I want chicken. I want مثلا apples. I want bananas. I want steak. يبقى I want يعني انا عايز. اطلب من ماما حاجة اقول I want soup. I want water. I want eat. تمام، I want to eat. انا عايز اكل. طب لو انا عايز انفي I don't know، اللي هي I don't know. I don't know. خلاص؟ ليه حطينا want ما حطيناش wants؟ عشان الاي ده ضمير جمع. طيب لو انا هتكلم اقول اخويا عايز، اختي عايزه، اقول she wants. She wants. بس she wants. She wants. She wants soup. هي تريد. ليه بقى هنا حطينا اس؟ ده مضارع بسيط. We use the present simple when we talk about facts or daily routine او حاجه انا في المجمل بحبها. لما اقول he wants soup يعني هو عايز شوربه. تمام. طيب هو مش عايز بقى او هي مش عايزه، شي doesn't. دايما المفرد بيحب الاس، المفرد بيحب الاس. تمام، يبقى I don't، you don't، they don't، we don't want soup. he doesn't، she doesn't، it doesn't want soup. يبقى بننفي المفرد ب doesn't. وهناخد دلوقتي السؤال كمان، بيقول لي خد بالك don't بتساوي do not، اللي هي فعل دو والنفي بتاعها نوت، وكلمة doesn't بتساوي does اللي هي تيجي مع المفرد ومعاها نوت. تاني عايز أقول، هطلع فوق كده، I want soup. I want salad. I want spaghetti. I want french fries. I want steak. I want eggs. طب أنا مش عايز، I don't want soup. I don't want salad. I don't want spaghetti. I don't want French fries. I don't want stick. I don't want no eggs. I don't want eggs. طبعا لو الطفل معايا زي حصة خناقة كده كان هو اللي هينفي دلوقتي، اقول له قول لي كذا قول لي كذا. تمام؟ طيب لو عايز اقول هو، هقول she wants soup. She wants salad. She wants spaghetti. She wants French fries. She wants steak. She wants eggs. شوف هما بعلموا الحادثة ازاي؟ خدنا كلمات بتتحط فين؟ تحط في محادثة وفي كلمات وجمل عشان تثبت عند الطفل. طيب أنا مش، هي مش عايزة، هو مش عايز. He doesn't want soup. She doesn't want salad. He doesn't want spaghetti.
she doesn't French she does she doesn't want French fries وهكذا. مهم جدا لازم الطفل يجيب لي اي حاجه من البيت ويعمل الفيديو عليها عشان تثبت عنده. ده سهله جدا جدا لما اقول انا عايز وهو عايز، تمام؟ وازاي انفيهم. طيب بقول لي listen ask and answer then practice. What do you want؟ طب انا عايز اسال بقى. الشخص اللي كان قدامي كان بيقول لي على طول من غير ما اساله يقول لي انا عايز اشرب، انا عايز اكل، انا عايز انا عايز انا عايز. طب لو هو قاعد ضيف عندي ومكسوف يتكلم وانا عايز اساله هقول له what do you want؟ What do you want؟ تمام؟ What do you want؟ انت عايز ايه؟ طب يا مستر كلمه do ديت لازمتها ايه هنا؟ احنا قلنا لازم الفعل المساعد في اللغه الانجليزيه علشان احنا عندنا العربي انت عايز ايه؟ انا محمد، لكن هناك انا اكون محمد، تمام؟ لازم يكون فعل مساعد، تمام؟ What do you want؟ What do you want؟ طبعا في طريقه مهذبه عن كده شويه، في طريقه مهذبه عن كده شويه، لكن احنا دايما في البدايه في المستوى الاول بنقول حاجات بسيطه، يعني في طريقه مهذبه بدل ما اقول I want soup I'd like I would like اللي هي I'd like. طبعا دي to ask politely، لو انت عايز تسأل عن حاجه بادب بتقول I'd would I او I'd like I would like مثلا chicken I'd like chicken، تمام؟ وانا برضه هقول له what would you like What would you like؟ لكن مش دلوقتي، مش كلامنا دلوقتي، هناخدها قدام في الادفانسد كونفرسيشن. لازم نعرف طفل البدايه، ها؟ What do you؟ طب ليه حطينا دو هنا يا مستر؟ ما حطيناش داز عشان انت، ها؟ يو ده ضمير جمع، ركز معايا عشان الجرامر ما بتحفظش بالتركيبه دي. مش هقول لك كويشن دبليو واتش كويشن وبعدين فعل مساعد وبعدين سبجكت وبعدين بيت الجمله، انت كده هتعقد من الانجلش. ها؟ انت عايز ايه؟ الحاجه اللي بسالك عليها دي غير عقل وات، وكلمه يو انت تاخد دو، خلصت. وات اي ونت سو بس. طيب لو هو اللي انا بساله ده ضمير مفرد، زي ايه المفرد؟ انا هنا ممكن احط يو وي وات دو يو ونت او وات دو ذي ونت، هم يريدوا ايه. طيب هنا بقى بسال حد مفرد وات، بشيل كلمه دو واحط كلمه ايه؟ داز، لان المفرد بيحب الاس. خلاص يبقى وات Does he or she want؟ حد هيقول لي يا مستر انت مش قلت المفرد بحب الاس؟ ما قلتش wants ليه؟ لا، الاس تيجي مره واحده بس في السؤال، دايما السؤال فعل فين؟ فعل في المصدر، تمام؟ يعني انت قلت what does he want، ما تقولش بقى what does he wants، خلاص انت حطيت اس، يكفي اس واحده في السؤال، خلاص دايما كده في السؤال اس واحده بس. what للمفرد طبعا، what does he want هو عايز ايه، او what does she want هي عايزه ايه. he wants soup هو عايز شوربه، she wants soup. ده مهم جدا جدا السؤال ده what do you want، قلنا هناخد طريقه قدام ان شاء الله مؤدبه شويه اللي هي what would you like، او لو انا بطلب حاجه مؤدبه اقول I'd like كذا، تمام؟ what does او what does he او she want he want، خد بالك الاجابه هتكون فيها اس بقى. ليه يا مستر انت مش لسه قايل دلوقتي اس؟ ما خلاص يا حبيبي السؤال خلص، الاس واحده اهي، لما نيجي نجاوب مش هنحط الاس دي، هنحط اس دلوقتي الايه؟ المفرد. دايما المفرد بيحب الاس، خليك فاكر. Look at P point ask and answer. What does he want? He wants steak. What does he want? He wants steak. I want spaghetti. What do you want? I want spaghetti. لازم أمارس المحادثة دي مع ابني علشان تثبت عنده، تمام؟ الدرس الجاي بيتكلم عن الفروت. طيب نشوف كتاب التدريبات ونحل التدريبات عليه، نشوف احنا فهمنا الدرس ولا لا. لو عايز تاخد سكرين شوت للشاشة خدها، تمام؟ لو عايز توقف الفيديو وتكتبه بخط ايدك، تمام برضو. كل شيء متاح. زي ما انت شايف الدرس هو التدريبات بتاعتها things to eat، الاشياء اللي ناكلها. تعال نشوف بقى التدريبات بعد ما ذاكرنا الدرس كويس جدا جدا جدا. هنشوف التدريبات هنا، بقول لي circle، علم على الايه؟ علم على، عايز اشوف حاجه بس اشوف ال طيب نكمل. بيقول لي سيركل علم، ده اسمه ايه؟ طبعا اجز، علم على الاجز. دي اسمها ايه؟ اكيد سباجيتي، هتعلم سباجيتي. ده اسمه ايه؟ ده فرنش فرايز، ده باين ولا ايه؟ مش شايف. فرنش فرايز اكيد مش شوربه يعني. دي اسمها ايه؟ سالد، هتعلم على الحاجات اللي انت ايه؟ اللي انت عايزها. طيب دي اسمها ايه؟ 3 سوب 6 ستيك. انا سكرامبل
قاعد ترتيب يعني الكلمات ديت او الرموز. ها سباجيتي، سوب، ايجز، فرنش فرايز، ستيك، ساليد، ماتش، شي وونت ستيك، شي دازنت وونت فرنش، وير از ات ذس. نمبر 2 هي وونت سوب، هي دازنت وونت سالاد. نمبر 1. نمبر 3 اي وونت eggs, I don't want spaghetti. Number, I want eggs. Number three. Right? What does he want? He wants eggs. What does he want? He wants eggs. Huh? Number two, what does she want? She wants salad. هعرف منين هو معلم لي هنا على ايه؟ على salad. Huh? What do you want? What do you want? I want steak. ده بالنسبة لإيه؟ للحاجات اللي بناكلها. طبعا الواجبات زي ما انت شايف الدرس دسم شوية، هتحفظ الكلمات كمان، هتعمل المحادثة. طب انا في ازاي خلي ابنك يعمل الجمل في الكراسه؟ قول له اعمل لي جملتين على يو وعلى وي وعلى اي، وجملتين على شي وهي، وفي الاخر خليه يقراهم الكراسه ويجاوب طبعا على نفسه، ويسال برضه يعمل سؤال: وات داز هي وونت، وات داز شي وونت، وات دو يو وونت. تمام، يقراهم الكراسه عادي، بس اهم حاجه الجمل يكون يعملها بمساعدتك، يعملها بكراسة عشان نعوده ان هو يعرف يعمل باراجراف مثلا، او يعرف يعمل محادثه من نفسه. لازم يطبق كده، واشوفكم على خير ان شاء الله. الناس اللي بتقول بتنزلش ليه، انا مش شايف في تفاعل يا جماعه، بليز تفاعلوا عشان نكمل. تعليقات ولايك وشير، لان ده كله بيجي لي هناك على القناه وانا ما بشوفش ده، فالواحد بيكسل طبعا، اكيد طبعا الشغف بيروح.